نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن من وصفتهم بالإرهابيين في إدلب وحلب يواصلون تلقي أسلحة وتعزيزات من مناطق تركية، مشيرة إلى أن تركيا تشن هجمات كبيرة بالمدفعية على الجيش السوري والمعارضة المعتدلة. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم شمال حلب وسط معارك مع المجموعات المسلحة، هذا في حين سيطرت لجان الدفاع الشعبي على بلدة الشيخ عيسى بعد انسحاب المسلحين منها، في وقت تحدث المرصد السوري المعارض عن مساع يقوم بها المسلحون للانسحاب من مارع المجاورة. الجيش السوري وحلفائه كانوا قد استعادوا بلدتي أحرس ومسقان التي وزع الإعلام الحربي في سوريا مشاهد المعارك التي سبقت استعادتها. كما نشر الإعلام الحربي في سوريا مشاهد المعارك التي سبقت استعادة الجيش السوري وحلفائه بلدة أحرس في ريف حلب الشمالية. إلى ريف اللاذقية حيث أفاد مراسلنا بقصف على مراكز المسلحين في كنسبة آخر معاقلهم في المحافظة، وكان الجيش السوري وحلفائه قد استعادوا السيطرة على بلدات عين بصورة ووادي بيصور وشلف وبلة. تقدم جديد يحققه الجيش السوري في كنسبة على الجبهة الأكثر تعقيدا جغرافيا في ريف اللاذقية، فالجيش السوري استعاد السيطرة على قريتي شلف وبلة في ريف اللاذقية الشمالي بعد معارك عنيفة مع من تبقى من المسلحين المنسحبين من مناطق سلمى وربيعة. الجيش باغت المسلحين في قمم سلسلة الروس الجبلية بعد أسابيع من المعارك القاسية التي دافع فيها المسلحون عن الجبل بشراسة، وتمكن الجيش من استعادة قمم السلسلة بعد استنزاف المسلحين وتكثيف التمهيد الناري أمام مجموعاته. السيطرة على مرتفع روس مكنت الجيش من التقدم باتجاه بلدتي آرا ودويركا. هلا أهمية النقطة هون بتمكننا هي النقطة من الدخول إلى كنسبة المدينة، ومن كنسبة المدينة عن قرية الشلف، لأنه قرية الشلف بتطل باتجاه قباني وعكو. هي المنطقة قباني استراتيجية من أجل قطع طريق حلب واصل لإمداد المسلحين عن طريق إدلب. لهاتين البلدتين أهمية استراتيجية كبرى في إكمال طوق ناري على محيط ناحية كنسبة، بدءا من جبل عالية في الشمال وصولا إلى طعومة إلى الجنوب، بهدف تحقيق أكبر سيطرة نارية عليها تمهيدا لاستعادتهما. المقاتلات الروسية أدت دورا لافتا في المعركة، فالضربات الجوية تركزت على الطرق الجبلية التي كانت شرايين الاتصال للمسلحين في القرى الواقعة تحت سيطرتهم. وحدات من الجيش العربي السوري بالتنسيق مع سلاح الجو الروسي والسوري الصديق معا قامت بعملية عسكرية كانت سريعة وخاطفة، وتقدمت فيها وحدات النخبة واستطاعت الدخول إلى هذه المنطقة المعقدة كما ترون جغرافيا، واستطاع الجيش العربي السوري في هذه المنطقة أن يطوع الطبيعة. صواريخ التاو الأمريكية تشكل اليوم عماد القوة النارية للمسلحين في التصدي لهجمات الجيش المستمرة على طول جبهة الجبال الأخيرة في ريف اللاذقية.
في غضون ذلك تجدد القصف التركي اليوم للعديد من المناطق شمال سوريا. وأفاد مراسل الميادين بأن الجيش التركي قصف مدينة تل رفعت التي كانت لجان الدفاع الشعبي قد سيطرت عليها، وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول تركي قوله إن أنقرة تناقش عملية برية مع التحالف الأمريكي في سوريا ولا تريد عملية أحادية الجانب. بالتوازي جدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم القول إن التطورات في شمال سوريا تهدد الأمن القومي لبلاده، ووصف المسلحين الأكراد في سوريا بأنهم مرتزقة لروسيا. وقال أوغلو إن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ينفذون مخططات موسكو الإقليمية، وبات إلحاق الضرر بتركيا من أولوياتهم على حد تعبيره، واصفا الغارات الروسية بالهمجية. انتهى الاجتماع الثاني بين المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ووزير الخارجية السوري وليد المعلم. المعلم كان قد قال لدى استقباله ديمستورا صباح اليوم إن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله، وأكد موقف دمشق بشأن التزام حوار سوري سوري بقيادة سورية ومن دون شروط مسبقة. اجتمعت بالوزير المعلم وتحدثنا بشكل أساسي عن القضية الإنسانية والوصول من دون عائق إلى كل المناطق المحاصرة، ليس فقط من قبل الحكومة بل من قبل المعارضة وداعش أيضا. ولدينا لقاء آخر عنوانه المسألة الحرجة المرتبطة بالشعب السوري، والمحادثات واضحة جدا وهي خلاصة مؤتمر ميونخ. وبالتزامن مع زيارة ديمستورا إلى دمشق، نظم أهالي بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين في ريف إدلب تظاهرة داخل الفوعة طلبوا فيها المفدى الأممي بالعمل من أجل فك الحصار عن البلدتين وفتح معبر إنساني لإخراج الجرحى والحالات الصحية الصعبة ولإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، إضافة إلى كادر طبي من جميع الاختصاصات، مشيرين إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلدتين. أقوم من الوسيط الدولي للسلام أيضا إيفاد لجنة تحقيق أممية مختصة بالكشف عن المواد الكيماوية المستخدمة في القذائف التي تم قصف المدينتين بهما، وهما مادة الكلور زائد غاز النشادر. كشفت مصادر دبلوماسية غربية للميادين أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن وبعض الدول الأوروبية أنه محرج من البرود الأمريكي تجاه الوجود التركي في الموصل. العبادي بحسب المصادر قد يلجأ للإعلان عن استعانة العراق بدور روسي لتخوفه، كما أبلغهم من تحول الموصل لوضع مشابه لقبرص. وفي اتصال هاتفي رفض العبادي كلام رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عن استشعار أنقرة خطرا من النفوذ الإيراني، وأن السليمانية تعتبر خطا لنفوذ طهران على مناطق في كردستان. العبادي وفي رد على أوغلو حذر أيضا بأنه سيكون للعراق تصرف آخر مع تركيا في حال لم تحدد موعدا للانسحاب من الأراضي العراقية. العبادي حذر من أن التدخل الخليجي في سوريا سينتج مجموعات إرهابية جديدة بغطاء شرعي في المنطقة. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السعودية ودولا أخرى إلى الكف عن فرض شروطهم على المباحثات بشأن سوريا. ظريف وخلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان الأوروبي قال إنه لا يحق للناس خارج سوريا حسم نتيجة المباحثات مسبقا، بل يجب أن يتوصل السوريون أنفسهم إلى هذه النتيجة في غرفة المحادثات وليس في عواصم بعض دول المنطقة ولا سيما الرياض. وحدات من الجيش العربي السوري تتقدم في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وأخرى تتصدى لمحاولات تسلل إرهابيين إلى مناطق آمنة بريف القنيطرة. جولة على أبرز التطورات الميدانية في هذا التقرير. تقدم ميداني على أكثر من محور، والإرهابيون يحاولون تعويض خسائرهم بهجمات لم تحقق أبسط نتائجها أمام صمود الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الشعبية. وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى قريتي بلي وشلف بريف اللاذقية الشمالي الشرقي بعد أن كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.
قبل أن يفر العديد من أفرادها باتجاه الحدود السورية التركية. والقريتان تقعان شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو 52 كيلومترا. وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أعادت الأمن والاستقرار إلى رويسة الجلطة وأرض القرم وظهرة الكروم والنقطة 665 في الريف الشمالي للاذقية. إلى ذلك أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع الدفاع الشعبي هجوما إرهابيا على بعض المناطق الآمنة في ريف القنيطرة. مراسلنا أوضح أن التسلل نفذته التنظيمات الإرهابية باتجاه كروم جبا والعجرف والصمدانية الشرقية، وتم إحباطه عقب اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية أسفرت عن تدمير عدد من آلياتهم وتكبيدهم خسائر في الأفراد والعتاد. وكاميرا الإخبارية ترصد الواقع في قرية مسقان بعد استعادة السيطرة عليها. مراسلنا أحمد صادق والتفاصيل. نحن الآن في قرية مسقان بالريف الشمالي لمدينة حلب. كما تشاهدون عدسة الإخبارية السورية ترصد من الريف الشمالي لمدينة حلب انتصارات الجيش العربي السوري. استطعنا بفضل من الله بتدمير المسلحين جبهة النصرة وأحرار الشام في منطقة مسقال، وتقدمنا باتجاه منطقة أحرس لنسيطر على هذه المنطقة الاستراتيجية التي أصبحت على تماس مباشر مع داعش، مع منطقة مع تل أقراح. نحن نتعهد الإرهابيين بملاحقتهم أينما كانوا حتى آخر نقطة في حدود هذا البلد العظيم. أثناء تمشيط منطقة مسقان بالريف الشمالي لمدينة حلب تم العثور على مشفى ميداني الاتحاد الطبي الحر مركز مسقان الطبي، وهو عبارة عن مشفى ميداني كانت تتخذه المجموعات الإرهابية المسلحة في الريف الشمالي لمدينة حلب مقرات لهم لمعالجة مصابيهم من ضربات الجيش العربي السوري. عدسة الإخبارية السورية الآن ترصد بالريف الشمالي لمدينة حلب إحدى مقرات تنظيمات الإرهابية المسلحة تنظيم جبهة النصرة. هذا المكان الذي كانت تتخذه المجموعات الإرهابية المسلحة لحماية نفسها من ضربات الجيش العربي السوري. نحن قوات الجيش العربي السوري في ريف حلب الشمالي في قرية مسقان. تم تكبيد المسلحين خسائر كبيرة، تم دحر الإرهابيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ومستمرون دائما وهمتنا عالية جدا جدا جدا. نحن هنا رجال الجيش العربي السوري والمعنويات عالية إن شاء الله، وإلى دحر أكبر الإرهابيين في ريف حلب الشمالي باتجاه الفرار إلى اتجاه الحدود التركية، واتجاههم هلق إلى عزاز، وإن شاء الله ضرباتنا القاسمة تضرب هؤلاء الإرهابيين والله بأوكارهم. انتصارات جديدة يحققها الجيش العربي السوري بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتفتح أمامه مساحات واسعة للتقدم باتجاه الحدود السورية التركية. أحمد صادق للإخبارية السورية من ريف حلب الشمالي منطقة مسقان. ونبقى في ريف حلب ونتابع هذه المشاهد لأجزاء من تل رفعت وكفر ناصح بعد استعادة السيطرة عليهما. Thank you.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي نفذ 444 طلعة قتالية في سوريا في الفترة بين 10 و16 من شباط الجاري، ووجه ضربات ل 1593 موقعا للإرهابيين. وقال كوناشينكوف أن تلك الضربات نفذت في محافظات دير الزور، درعا، حمص، حماة، اللاذقية وحلب، مضيفا أنه تم تحرير أكثر من 800 كيلومتر مربع من الأراضي السورية كان يسيطر عليها الإرهابيون، من بينها 73 بلدة وقرية على يد الجيش العربي السوري منذ بداية الشهر الجاري. كما أعلنت الوزارة أن الإرهابيين يقومون بإجلاء عائلاتهم بشكل جماعي إلى الحدود مع تركيا، مضيفا أن الإرهابيين في محافظتي إدلب وحلب ما يزالون يحصلون على أسلحة ومعدات عبر الحدود التركية تحت جنح الليل. نفت موسكو الاتهامات الموجهة للقوات الروسية بقصف مستشفى في شمال سوريا، معتبرة أنها مزاعم عديمة الأساس. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أن بلاده ترفض رفضا قاطعا تلك الادعاءات، وخاصة أنه في كل مرة يكون أولئك الذين أطلقوها غير قادرين على إثباتها بطريقة أو بأخرى. ودعا بيسكوف إلى الاسترشاد بالمصدر الرئيسي للمعلومات، وهم بالنسبة لموسكو الممثلون الرسميون للحكومة السورية. وكان سفير سوريا في موسكو الدكتور رياض حداد حمل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية قصف مشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود في مدينة إدلب. أكدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن مواصلة التحريض لتأجيج الحرب على سوريا وبالقرب من مناطق مسؤولية المنظمة تشكل تهديدا لأمن أعضائها. الأمين العام للمنظمة نيكولاي بورد يوغا قال في تصريح صحفي أن تصريحات أنقرة والرياض حول نوايا القيام بعمليات برية في سوريا ستؤدي لانتقال الأزمة فيها إلى مستوى جديد وخطير يشعل المواجهات العسكرية، مشيرا إلى أن عواقب مثل هذا التطور يصعب التنبؤ بها. شددت طهران على ضرورة حل الأزمة في سوريا عبر المسار السياسي، واعتبرت أن بعض الدول أو دول المنطقة تتابع أخطائها السابقة تجاه سوريا ولكن بشكل جديد. وحول موقف إيران بشأن التحركات الأخيرة لتركيا والسعودية حول سوريا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الموقف العالمي حيال الأزمة في سوريا هو التأكيد على الحل السياسي، ولا يوجد حل عسكري في هذا المجال، وأن مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري. وأوضح شمخاني أنه تجب متابعة مسألة وقف العمليات القتالية والمحادثات ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم يجدد خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا تأكيد موقف الحكومة السورية بشأن مواصلة الالتزام بحوار سوري سوري بقيادة سوريا ودون شروط مسبقة. يحيى كوسا والتفاصيل. خلاصة مجريات الحوار السوري سوري في ضوء بيان ميونخ لمجموعة دعم سوريا، كانت محور اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. المعلم أكد التزام سوريا بحوار سوري سوري بقيادة سورية دون شروط مسبقة، وأن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبله. وأشار وزير الخارجية إلى صدقية وفد الحكومة السورية في جنيف وجديته والالتزام بقرار مجلس الأمن حول وجود أوسع طيف من المعارضات السورية. المعلم عرض لجهود الحكومة السورية في مجال العمل الإنساني وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق دون استثناء انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا علاقة لها إطلاقا باجتماعات جنيف. دي مستورا الذي يعود إلى دمشق بعد إعلان تأجيل حوار جنيف بسبب الشروط المسبقة التي وضعها وفد الرياض، يسعى من جديد لإطلاق الحوار بضوء الاتفاق الروسي الأمريكي على التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة
لتنفيذ بيان ميونخ الذي يقضي باستمرار الزخم للجهود الدولية المكثفة لتطبيق القرار 2254 الذي يحاول النظامان التركي والسعودي انتهاكه عبر الاستمرار بدعم الإرهاب والتهديد بتدخل بري وعمليات القصف التركية للأراضي السورية. وعقب لقائه الوزير المعلم التقى ديمستورا بعضا من شخصيات المعارضة الداخلية. هلا العلي والتفاصيل. من جنيف إلى ميونخ فدمشق تتسارع خطوات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا. فعقب استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم له والوفد المرافق، اتجه ديمستورا للقاء وفد المعارضة السورية الداخلية لبحث أهم النقاط والمستجدات على الساحة السورية. لقد عقدت اجتماعا مفيدا مع الوزير المعلم، ناقشت موضوع الأولويات ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. كما تعرفون فإن هذه المساعدات تصل إلى هذه المناطق عبر قوافل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الفاعلة ومنسق الشؤون الإنسانية. الحوار السوري في جنيف كان ملفا حاضرا بقوة على طاولة وفد المعارضة السورية الداخلية وستيفان ديمستورا، الذي أكد خلال اللقاء أنه سيسعى لإشراك أوسع طيفا من السوريين. وعد بتوصيل أكبر قسم من قوى الداخل السوري والمعارضة السورية لأن هن الحقية لهم بالمشاركة، يعني هاي المهم، وكان اللقاء إيجابي جدا. لقاء كان مثمر وإيجابي، وقد أهم الأفكار التي طرحها السيد ديمستورا هو أنه حين التقى مع وفد الرياض لم يكن تكن هناك أي أفكار مجدية من الأشياء التي طرحوها، وإنما اللقاء معنا كان هناك أكثر جدوى وطرح أفكار مهمة وهامة للقاء في جنيف. كلياتنا بنأكد أنه يجب وصول الدواء والمساعدات لكل مواطن سوري عبر سوريا من أولها لآخرها، هذا ملف جدي، وهذا الملف الإنساني هو الملف الأكثر حضورا. كان اللقاء أنا شخصيا والآخرين أحسن مما كنا نتوقع، حمل مسؤولية خفية للجهات اللي كانت سبب التأجيل، قال أنا أفضل التأجيل ولا أفضل الفشل، وهي نقطة تحسب لصالح السيد ديمستورا. لقاء وصف بالإيجابي والمثمر يضع الكرة في ملعب المبعوث الدولي الذي يقع على عاتقه اختيار وفد المعارضة الذي يضم أوسع أطيافها دون الرضوخ لضغوط عواصم غربية باتت معروفة. أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي وحكومات عربية هي على علاقة قديمة معه يحاولون تغيير وجهة الصراع السياسي، مشيرا إلى وجود تطابق في أدبيات إسرائيل وبعض الإعلام العربي أو العربي ولا سيما السعودي. وخلال خطاب له في ذكرى القادة الشهداء أوضح السيد نصر الله أن بعض العلاقات العربية الإسرائيلية انتقلت من تحت الطاولة إلى فوقها ونجدها في ميونخ لدى بعض العرب الخليجيين، مستغربا أن تقبل الحكومات العربية كيانا ارتكب أبشع المجازر بحق الفلسطينيين وشردهم. بالتعبير الحرفي تبعهم بالحرف بيقول إن سقوط النظام في سوريا سينزل ضربة قاسية بمحور المقاومة، وأن الحرب الأهلية في سوريا ستلحق ضررا بالجيش السوري بحيث يصبح من المشكوك فيه أن يتمكن هذا الجيش من المشاركة في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل في المستقبل المنظور. الخيار الوحيد المرفوض إسرائيليا وبالمطلق هو بقاء نظام الرئيس بشار الأسد. طيب ليش؟ هي قصة عداوة شخصية؟ إسرائيل ما في عداوات شخصية في نظرة، لأنهم يعتبرون أن هذا النظام كان وما زال وسيبقى يشكل خطراً من خلال موقعه في محور المقاومة، خطراً على المشروع الصهيوني وعلى مصالح إسرائيل في المنطقة. إسرائيل تتفق مع السعودية ومع تركيا على هذا الهدف، أنه لا ينبغي، لا يجب، لا يجوز أن يسمح بأي حل يؤدي في نهاية المطاف إلى بقاء رئيس الأسد ونظام رئيس الأسد. حتى لو صار في تسوية ومصالحة وطنية سورية سورية، حتى لو تم ضم المعارضة السورية المقبولة أو المعقولة في إطار حكومة وحدة وطنية، هذا الأمر مرفوض سعوديا
وتركيا وإسرائيليا لأسباب ترتبط بالسعودية وبتركيا وبإسرائيل. بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إسحاق جهانجيري في اتصال هاتفي، بحث واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآليات تطويرها في المجالات كافة، وخاصة لجهة توفير احتياجات الشعب السوري من مواد غذائية وتموينية وصحية ودوائية ومشتقات نفطية ومستلزمات صناعية. وأكد جهانجيري حرص بلاده قيادة وشعبا على الوقوف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في التصدي للحرب الإرهابية. من جهته قدم الحلقي التهنئة للشعب الإيراني بمناسبة الذكرى 37 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية التي نقلت إيران إلى مصاف الدول المتقدمة على جميع الصعد، وجعلت منها دولة إقليمية لها دور مهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم، معبرا عن تقديره لوقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في تصديه للحرب الإرهابية وثقته بأن محور المقاومة هو المنتصر. وفد بيلاروسي يلتقي كلا من رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ومفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون. أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن سوريا كانت ولا تزال منفتحة على جميع المبادرات الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة يتفق عليه جميع السوريين، وليس كما تريد بعض القوى والحكومات الغربية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأمين العام للحزب الشيوعي البيلاروسي كارينكو إيغور فازيلوفيتش ورئيس القسم الخارجي في الحزب كراسلينكوف أندري أليكزافيتش. وشدد اللحام على أن الأولوية الآن هي لمحاربة الإرهاب والبدء بإعادة الإعمار والبناء بمشاركة السوريين المؤمنين بوطنهم. أول شيء يعني ما يربط سوريا وبيلاروس هي علاقات وطيدة بين الشعبين، ونحن في زيارتنا هذه نعبر عن تضامننا ودعمنا لسوريا في هذا الموقف. الوفد انتقل ليلتقي سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، الذي أكد أن الشعب السوري متمسك بوحدته الوطنية رغم ظروف الحرب الإرهابية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أهمية تنشئة الأجيال على احترام الحوار، ومنوها في الوقت ذاته بموقف بيلاروسيا ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. سوريا هي اليوم مدرسة للعالم بأجمعه، فكما مرت حروب عالمية على بيلاروسيا وعلى روسيا ودفعوا ثمنها ملايين الشهداء، سوريا دفعت من أجل كرامتها ومن أجل شعبها ومن أجل قيمها ومن أجل مساجدها وكنائسها، دفعت أرواح هذه الشهداء ليسلم الوطن وتسلم الأمة. من جهته أشار فازيلوفيتش إلى أن زيارة الوفد إلى سوريا تعبير عن التضامن مع الشعب السوري وقيادته في التصدي للمؤامرة الإرهابية التكفيرية التي تحاك ضد بلدهم، منوها بجو التسامح الكبير الذي لمسه في سوريا.